أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن قول الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فما معنى هذه الآية؟ وهل يصح أن يستدل بها على هذا الوضع، على الوضع اليوم؟ أنا أقول لكم لا تدخلون بالأمور هذه، مش اللي مكلفكم تدخلون بهالأمور هذه وتجيبون الآيات وتجيبون الأشياء هذه تحضرونها؟ مش ما هم من شؤونكم هذا، اشتغلوا بطلب العلم اللي يفيدكم. أما معنى الآية فهي في البادية، الذين يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام وهم في باديتهم ولا يهاجرون إلى المدن، إلى مدن إلى حاضرة الإسلام ليتفقهوا وليتعلموا وليجاهدوا مع المسلمين، يبقون في باديتهم. هؤلاء يصح إسلامهم، ولكن ليس لكم من ولايتهم، أي نصرتهم، نصرتهم. ولاية المراد بها النصرة، ما هو بالمراد بها المحبة. المحبة لابد أن المسلمين يتحابون سواء كانوا من الحاضرة أو من البادية، لكن المراد بالولاية هنا النصرة. ليس لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، وأيضا ليس لهم من الغنيمة، ليس لهم من المغانم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقسم لهم من الغنيمة كما يقسم لأهل الحاضرة الذين هم تحت الطلب للجهاد. وإن استنصروكم في الدين، يعني أحد اعتدى عليهم، أحد اعتدى عليهم، فعليكم النصر لأنهم إخوانكم من المسلمين، إلا إذا كان الإشكال اللي حصل بينهم وبين عدوهم هذا العدو له ميثاق عند المسلمين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد. فنحن لا نناصر هؤلاء على المعاهدين، لأن كلهم في ذمتنا، هذول أخواننا وهذول معاهدين، والمعاهدون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. واللي بيننا وبينهم ميثاق لا يجوز لنا أن نقاتلهم، الذين بيننا وبينهم ميثاق من الكفار لا يجوز لنا أن نقاتلهم حتى يخونوا العهد أو ينتهي العهد الذي بيننا وبينهم. نعم.